بسم الله الرحمن الرحيم. الآن وصلنا لمرحلة الإظهار. أول شيء راح نقوم به راح نصدر الخامة مال هذا الجزء، لأن نريد نضع هنا كتابة على هاي المنطقة. فحتى هذا الأمر يتم راح نرجع نضيف الموديفاير اللي كان هو مسبقا موجود، اللي هو الرب يو في دبليو ماب. راح نلقى نفس الاعدادات موجودة ما متغيرة. لما نفتح اليو في اديتور كل شيء موجود. اللي نريد نسوي احنا شنو؟ نريد نصدر هذا المربع المعلومات اللي بيه، اللي هو هذا المجسم وهذا. فراح نقول تول، نذهب الى تول، بعد بعدين نقول له render UVW template. ال width وال height لازم يكون نفس الأرقام، ويفضل انه نخلي فد أرقام كبيرة، مثلا 5000 بكسل او مثلا 6000 بكسل يكون أفضل. فبالنسبة لي راح أخلي 5000 بكسل في 5000 بكسل، وراح اترك كل الاعدادات بدون ما اتلاعب بيها. بعدين اقول له render UV template، اعمل render، يتم الرندر. لما نعطي زوم ان نشوف الشكل اللي ظهر لنا. اخزن هذا اخزن النتيجة. اخزن هالنتيجة بي ان جي او كي بي جي مو مشكلة. راح اخزنها كي بي جي، وراح اسميها اي تسمية، مثلا راح اسميها باتريك هاب. نخزنها سيف. اوكي، ننتقل للجزء اللي بعده ونقوم بنفس العملية، ونضيف لل الرب يو في دبليو ماب، ونفتح الاوبن يو في اديتور، ونصدر هذا اللي موجود في داخله. tool render UVW template، نعطي قيمة 5000، tab 5000، بعدين نقول render، ظهرت النتيجة ونخزن kbk. هالقطعة راح نسميها long، بيس لو بيس مثلا اي تسمية ممكن. بعدين نقولها سيف. اوكي تمام. اوكي نفتح الفولدر هاي الباتري كاب، راح نشتغل بالباتري كاب، راح ناخذها الى الفوتوشوب، سحب وافلات. لازم يكون الفوتوشوب مفتوح. بعدين نضيف هنا تمام. الآن نقدر نضيف تكست أو أي شيء على هذا المكان. مثلا إذا رحنا على التكست تول وضغطنا هنا وكتبنا أي تسمية، مثلا 3D max width 3D. نكبر الكتاب أو ممكن نغير الخط، شوف أكو خط مناسب.
مثلا هذا الخط نكبر من حجم الخط، اللون كذلك نخليه مثلا أبيض، تمام. ممكن بعد ما بين أحرف ونصغر الخط، أوكي. أخلي لاير بالضغط على هذا الأمر هنا، وراح أدوس كنترول دي أو ألت دي، تمام. صارت الكتابة اللون الأبيض والباك جراوند لون أسود. طبعا الكتابة لازم تكون على هاي الدائرة حتى تظهر بالمكان المقصود اللي احنا رايدينه على اللايت، تمام. راح نغزل هاي الصورة، راح نسميها باتري كاب مثلا، أو نخلي رقم مثلا 1 حتى نميزها، ولا سيف، أوكي. ناخذ الصورة الثانية اللي عملناها لونج بيس وندخلها داخل الفوتوشوب، ظهرت بهذا الشكل، تمام. احنا عندنا هاي الصورة، هسه نفتح، راح اخذها وافتحها بالفوتوشوب، ادمج الصورتين مع بعض مثلا واسحبها واخليها هنا، تمام. كنترول تي واصغر شوية من حجمها من مساحتها، بعد ما راح انتهي من هذا العمل راح نعرف راح تعرفون ليش خليتها هنا لأي غرض. كل إضافة راح أضيفها هنا راح تظهر على اللايت، فمثلا هاي هنا راح أبقى أسوي لك كوبي لحد ما تكون متواجدة على طول هذا الخط، فهاي كوبي. الكوبي عملية الكوبي هي ضغط على حرف على زر الألت ونسحب بالماوس فتصير تكرار هذا الشكل. كم نسخة عندنا؟ صارت عندنا تقريبا 6 نسخ، كنترول اي حتى ندمجهم مع بعض، بعدين ناخذهم كلهم كوبي مرة واحدة، تمام. كذلك ندمجهم، الجزء اللي هنا نمسحه ما نحتاجه، فممكن هيك بهاي الطريقة ونمسحها، تمام، أوكي. أعتقد صارت عندنا مشكلة، تمام. خلينا نمسح الجزء الزايد من فوق من جوا لحد هنا، اوكي.
بعد تحتاج إلى تعديل، ممكن نضيف هنا خيار اسمه ماسك، وممكن نختار الجريدينت، نحول هذا إلى لون أسود، أو نختار هذا الخيار. نخفف هذا الجزء منه، نخليه بيتلاشي. بعدها أبدي أوزع هاي النتيجة الأخيرة على باقي الخانات. Alt هو أسحب وأخليه في مكانها، كذلك Alt تمام. تمام. نخلي باك جراوند لونه أسود بالشكل هذا، وبعدين نصدر الماب فايل سيف أز. كي هي لونج بيس 2 مثل ما نسميها. اوكي سيف. اوكي هسه اذا نروح على ال 3 دي ماكس ونحول كل شيء الى editable poly، convert to editable poly. تمام، نفتح اليو في اديتور ونسوي تجربة. إذا ناخذ هاي الخامة نختارها كلها وندوس شيفت ونسحب فيصير استنساخ، تم استنساخ هاي الخامة. تمام، راح أروح على هذا الفولدر، وراح نختار الخامات اللي جهزناها. هاي مثلا خلينا نضرب بها مثال، ناخذها وراح نستبدل هاي بهاي بالشكل هذا، وراح نضيف القطعة الأولى. انضافت لكن ما ظهرت كتابة. حتى تظهر الكتابة لازم ندوس على رايت كليك ونقولها رايت كليك ونختار هذا الخيار شو شيدد ماتيريال ان في بورد. ظهرت الكتابة، هاي الغاية من الفوتوشوب، وكذلك هاي الغاية من استخدام الراب، الراب يو في دبل ماب، حتى نعرف اي شيء نريد نضيفه نعرف وين راح ينضاف. اذا استنسخ هاي مرة اخرى واروح على الفولدر نفسه واختار هذا الخيار، وراح استبدل هاي بهاي وامسح هاي مالته، لان احنا عندنا كوبي واحدة ثانية. هاي وين الخامة اضيفها؟ اضيفها لهذا الجزء، هي كانت لهذا الجزء. بعدين رايت كليك شو شيد ماتيريال، شفت شوف ايش صار، هذا اللي اضفته انا خطوط لاجل انه تساعد على انه اللايت ينمسك بطريقه طبيعيه لتوليد احتكاك لا اكثر ولا اقل. تمام، طيب الان لحد هاي اللحظه ما احنا كملنا الخامات مالتنا. اللي راح نسويه الآن جهزنا على التفاصيل، بعدها راح نبدأ بعملية الإظهار. طيب حتى نبدأ بعملية الإظهار خلي نقوم بترتيب بعض الأمور.
أول شي خلي هذا اللايت ننطيه جروب، ننطيه أمر جروب اللي هو جروب، ممكن عفوا بدون اسم أو ممكن ننطي اسم مشكلة. أوكي طيب، بعدين نروح على قائمة مثلا فرونت وننطي روتيشن، خلي معه الأرضية فر بهذا الشكل، وننزل لحد ما يكون مع خط الأرضية. نحرك باستخدام محور الواي وندفعه لحد ما يكون مع الأرضية، تقريبا هو لمس الأرضية من طرف من الأطراف، لكن هذا الطرف ظل مرفوع. فحتى نحل المشكلة نروح على الأمر اللي خيار اللي اسمه hierarchy، ونقول له effect pivot only. بعد ما نقول له effect نسحب البيفوتس ونخليه في هذا المكان تقريبا في هاي الزاوية يعني بالضبط. بعدين نطفي الأمر، فنسحب المجسم مالتنا بالشكل هذا. بعدين ننطي روتيت، نختار المحور هاي روتيت، نضغط على هذا الأمر ونختار محور اللي هو محور ال هذا يا محور، خلينا نشوف محور الزيت هذا. تمام، أروح على هذا المكان ونحرك شوية، وممكن ندوس رايت كليك على هذا الزر فيطلع لنا هذا الخيار، فنحرك نختار المحور المناسب، أسوي لامس الأرضية منه وكذلك لامس الأرضية منه. تمام بس تمام. بعدها راح أخلي بلان أرضية بالشكل هذا، أعتقد كافية. بعدين ممكن أضيف إضاءة، أفتح ال render setup، أتأكد من اختيار كورونا من ال renderer. تمام، وأختار الحجم الإظهار الصورة، عندنا عدة خيارات وأرقام هنا ممكن أنا أضيفها. تمام هاي جزئية ما عندي بيها مشكلة. أختار اللايت وأحدد اللايت ريكتانجل، وأخلي اللايت هنا. أرفع شوي عدله، ممكن استنسخ او كوبي. تمام، الآن لدسنا start interactive rendering in corona VFP. خليك في الرأي يطلع شنو. بدأ اللايت يظهر. تمام، الآن راح نشتغل الآن بوضع الخامات. راح نفتح هنا نافذة جديدة ونسميها مثلا كورونا، هذا عربي كورونا ام تي يعني ماتيريال. وهنا راح نصنع اول خامة الكورونا ماتيريال، كورونا ماتيريال. طبعا هو هذا المجسم احنا منطينا جروب، فراح نفتح الجروب ونقول له اني جروب حتى نخلي الخامة لكل جزء. اختارينا هذا الجزء، اوكي راح ناخذ هذه الخامة ونضيفها لهذا الجزء. راح نجيب الصورة الخاصة بهذه الخامة
هاي الجزء ونحطها بالبامب. خلي نشوف هنا شلون طلعت الكتابة. شوف الكتابة شلون طلعت. ممكن اقلب الصورة، اقول له invert، دبل كليك على هاي الخامة البيت ماب، بعدين اروح على الاوتبوت، بعدين اقول له invert، فراح نقلب الاسود الى ابيض والابيض على الاسود. تمام، راح نصنع خامة كورونا أخرى، ماتيريال كورونا، كورونا ماتيريال، راح نختار الخامة الثانية اللي هي هاي، وأعتقد تحتاج إلى انفيرت، فنسوي لها انفيرت، فنسوي دبل كليك على الخامة، بعدين نروح على الأوتبوت، بعدين نقولها انفيرت ونحطها بالبامب ماتيريال، بالبامب سلوت، ونضيفها إلى هذا الجزء، نسحب هذا. ضي واير اللي فينا، نشوف اللي ظهر شنو، شوفوا بالرندر شو ظهر لنا. هاي كانت الغاية من هاي الخامة، حتى نحصل على خطوط هنا متقاطعة بهذا الشكل. تمام، الآن راح ناخذ خامة من ذي الخامات، أي واحدة من أتن، و ونسوي منها خامة معدن. خامة المعدن طبعا بيها انعكاس اكيد، وخامة المعدن تكون سودة، نخلي هاي مقدار واحد. تمام، هنا الجلاسيونس اللي هو معناتها اللمعان، اللمعان راح يكون 0.9 تقريبا. طيب الفرينيل اي او ار راح نخليه مثلا 2، نشوف الاثنين شو النتيجة مالته، راح يكون لماع اكثر، كل ما تزيد النسبة كل ما يكون متالك اكثر. سنانه تقريبا صار قريب على الفضة، لكن احنا مرد نعطي هاي الارقام الكبيرة، نعطي مثلا 2.5 2.5. طيب هنا الجلاسيونس راح اخلي بيها خامة، راح اخلي بيها صورة، مثلا راح اختار هاي الصورة، خل افتحها، هاي الصورة اللي هي اثار بصمات، راح اضيفها داخل بيئة الماكس، انضافت، وراح اخليها بالسلوت مالت الجلاسيونس. شوف اللي ايش راح يصير بيه، ظهرت اثار البصمات هنا، لكن الاثار جدا جدا قوية وهذا غلط، فبهاي الحالة شو نسوي، نقلل من تأثيرها، نخلي التأثير يعني بسيط جدا. فالحل دبل كليك، نضغط على الصورة ونروح على خيار اللي اسمه output، بعدين نفعل enable color map. تمام، هنا عندي هنا عندي نقطتين وبيناتهن خط، هذا الجزء الأسفلي خط يمثل، عفوا هذا الجزء الأسفل يمثل اللون الأسود، والجزء الأعلى يمثل اللون الأبيض، فالنقطة اللي موجودة هنا تمثل شكو سواد، تمثل السواد الموجود في هاي الصورة، وهاي النقطة البيضة تمثل البياض الموجود في هذه الصورة فقط. فإذا آخذ هاي النقطة وأرفعها لي فوق، معناتها أني إذا أنطي أمر للصورة أنه أتخلصي، أقولها بمعنى أنه أتخلصي من كل لون أسود وحولي إلى أبيض، فبدأت هنا الصورة تفقد لون الأسود، أو إذا أنزلها أكثر تصير سودة حيل، فأنا راح أرفع هاي القيمة، واللون الأبيض راح أخليه أسود، ما راح أخلي اللون الأبيض، اخليها كلش بيضة. فهنا بدأ التأثير يخف، بدأ هنا يكون تأثير منطقي، لما شوية نفتح حول المجسم يشوف النتيجة، ممكن بعد اخفف التأثير اكثر،
تمام، ممكن اخذ اثنيناتهم مع بعض وانزلهم لجوا، او ممكن ارفعهم لفوق. تمام، التأثير موجود لكن جدا خفيف. هاي آثار البصمات مثل ما تشوفون. تمام، الخطوة اللي بعدها، احنا اللايت ما نريده يكون المعدن مالته صافي بهذا الشكل، نريد اللايت تكون ببعض الخطوط او بعض الضربات اللي مأثر على هذا السطح، بحيث عاملة بيه نوعا ما من التشويه. فبهاي الحالة راح استخدم من الصورة، من هاي الصور عندي هنا عدة خيارات. مثلا اذا نشوف هاي الصورة، شوف هي عبارة عن شخطات بسيطة، واعتقد هاي الصورة مناسبة فخلينا نستخدمها. راح اسحب هاي الصورة هنا. طيب انا حتى استخدم هاي الصورة معناتها لازم اخليها بالبامب. هاي الصورة حتى استخدمها لازم خلينا نجرب، راح اخليها بالبامب شوف اللي راح يصير شنو. ظهرت الخطوط، لكن ظهرت الخطوط وراحت وراحت الصورة القديمة اللي انا كنت مخليها، وهي طبعا مشكلة. تمام، شلون اخليهم مع بعض في سلوت واحد؟ الحل راح يكون كالآتي، نروح على الماب ونختار من الجنرال، نختار خيار اسمه كومبوزيت. اوكي، الكومبوزيت راح تعطيني ليارات، عدة ليارات طبقة فوق طبقة. فمثلا هنا هم منطيني لاير 1، لاير وحدة، فراح اضيف اد نيو لاير، اضاف لي لاير ثانية. فراح اخلي الصورة والخطوط المتقاطعة راح اخليها مباشرة باللاير الاسفل الثانية لاير 1، واخلي الميثود اخليها انستنس. تمام، وراح اخلي الخطوط الشخوط مثلا راح اخليها هنا ولا انستنس. تمام، صارت طبقة فوق طبقة. وبعدها لازم اربط هاي بالبامب، انا ما اربط بالبامب، لازم اربط البامب. راح ارجع اخليها نورمال، زين اخليها افريج مثلا، اشوف الافريج ينطي نتيجة، او انطيها اديشن. الاديشن اعتقد هو خيار مناسب. فشوف ظهرت النتيجتين في آن واحد، لكن النتيجة هاي جدا جدا قوية، جدا قوية، اللي هي هاي الخطوط. خلي احاول اتخلص من قوة التناقض اللوني الموجود داخل الصورة، فخلي اقلل قيمة اللون الاسود، اعتقد هنا شوية خفت، خليه بهذا الشكل. بالفعل خفت، صارت خفيفة. تمام، خلي شوي نتقرب على الصورة أكثر. طيب الصورة ممكن أنطيها تايلينج مثلا 4 في 4، حتى يصغر حجم التأثير بهذا الشكل، يكون أفضل وألطف. بدت هنا الخامة تكون واقعية، هم بها اتساخ، هم بها بصمات، وهم بها ضربات بسيطة. تمام، تمام. طيب نفس الخامة هاي اللي سويناها راح نخليها على هذا الجزء، راح نبعد هاي الخامة على جنب وناخذ كوبي
من هذا الخامة بهذا الشكل هذا. والصورة هاي راح ناخذها ونستبدلها مكان هاي، تمام، ونضيف الخام على هذا الجزء. أخذت الخامة نفس المعلومات، شوفوا، أو خليني أجيها من زاوية أخرى. أخذت نفس المعلومات والكتابة اللي أضفناها ظهرت، تمام، هاي النتيجة لطيفة. طيب أنا ممكن الخامة ممكن أضيف لها بعد إضافات وأخليها بعد واقعية أكثر. طيب إيش ممكن أضيف لها؟ خلي نصنع كورونا ماتيريال جديدة، كورونا ماتيريال راح اروح على الرفلكشن وارفع قيمة الرفلكشن الى 1، والكلر راح اخليه اسود، تمام، والجلاسيونس راح اقللها الى تقريبا 74، الفرينيل اي او ار راح ارفع قيمته الى تقريبا 20 مثلا، 20 أو 50 مثلا، تمام. هسه ال reflectivity الانعكاس مالتها عالي. طيب هنا تفاصيل ما احتاج تقريبا. خلينا نضيف هالخامة نشوف شكلها شو راح يكون، شوف لمعانها نوعا ما مقبول. ممكن نزيد الـ IOR أكثر، خلينا نجرب نضيف له 999، تمام، هاي النتيجة منطقية. اللي راح نسويه هو عبارة عن شنو؟ اللي راح نسويه راح نخلي ماتيريال، راح ناخذ كورونا ماتيريال من نوع layered material. ونخلي هاي الخامة هي paste اللي هي القاعدة اللي هي اللون الأساسي، اللون المعدن، وهذا اللون الطلاء راح يكون، هذا راح يكون layer 1، وراح نضيفه لهذا الجزء، تمام. هسه لون المعدن صار بالضبط تحت اللون الأسود، لون الطلاء. فحتى نخلي لون المعدن يظهر شوية من عنده، راح نضيف أمر هنا، نستخدم خامة معينة من ذي الخامات راح تلعب دور الماسك. راح أخذ هاي الخامة وأخليها في الماسك، هاي الماسك نوع ما هاي ماسك. ممكن أعمل فليب الخامة، ممكن أرفع قيمة ال أخليها 0 البلور حتى تكون الصورة كلش شارب. خلي شوية أنطي زوم على المجسم يشوف اللي صار شنو. اللي صار كالآتي، اللي صار الخامة هسه لما اقولها open preview window واكبر الخامة، خلي تعمل رندر بعدها، تأخر شوية، تمام. اللي صار بدت الخامة الأصلية اللي خامة المعدن تظهر شوية بعض التفاصيل منها، فبدأ يظهر لون المعدن. لكن هذا يعتمد على اختيار الخامة اللي هي تعتبر ماسك. ممكن أنا أجيب خامة ثانية
أخليها ماسك، خططت نتائج أفضل من هذا النتائج، بخلي أشوف شنو عندي خامات هنا مناسبة هذا الموضوع. هاي ما راح تنفع، هاي ممكن تنفع نفسها، ممكن أضيف هاي نفسها مشكلة، خلي أجرب وأشوف النتيجة راح تكون عبارة عن شنو. تمام، بدأت تظهر خطوط بلون بلون المعدن الفافون أو الألمنيوم. خلي نعدل التالينج، احنا سويناها تقريبا 4 في 4. تمام، صارت الخطوط الظاهرة بلون المعدن، فظهر المعدن الأساسي اللي موجود في اللايت. تمام، الصورة الآن تقربت للواقعية أكثر، صارت واقعية أكثر تقريبا. تمام، راح ناخذ هاي الخامة ونضيفها على هذا الجزء يمين، انضافت. لكن احنا شو نريد؟ نريد قبل لا نضيفها خلي نستنسخ هاي المجموعة كلها، شفت وسحب استنسخناها. راح نضيف النسخة الجديدة على هذا الجزء، ندوس حرف اي اساين، وراح نمسح هاي الخامة اللي بعد ما نحتاجها اللي هي خامة الخطوط. تمام، الآن راح نعمل خامة زجاج هذا الجزء. والماتيريال كورونا ماتيريال، ممكن نسمي هذه الخامة glass material. ممكن ننطيها reflection بسيط لا بأس، اللون راح نخليه أسود، وال refraction نرفع قيمته، صارت الخامة شفافة. وممكن ال glass نعطيها تاتش بسيط 0.99 كلش كافي، نضيفها لللايت الكاب بالشكل هذا، صار الكاب شفاف. تمام اوكي، ظل اللي بعده شنو؟ اللي بعده هذا الشكل الداخلي اختاريناه. هم راح نصنع الماتيريال راح تكون كلش بيها انعكاس عالي، فنقول له ماتيريال كورونا ماتيريال، دبل كليك على الخامة، راح نرفع القيمة إلى 1، والآي أو آر إلى 999، واللون راح ناخذه إلى الأسود، والجلاس يونس راح نخليه 0.99 أو أقل، بعدين نقول له أساين، فصارت الخامة ريفلكتيف كلش. تمام أوكي، تمام جيد جدا. خلينا نشوف منطقة معينة، ناخذ هاي المنطقة لهنا. أنا راح ننهي هذا الفيديو، وبالفيديو اللي بعده راح نعمل خامة الأرضية، وبعدها نعمل الإظهار النهائي لهذا ال 3D موديل.
انتهى هذا الفيديو، اتمنى يكون مفيد. في حل لو عجبك لا تنسى، ممكن تخلي لايك، ممكن تخلي كومنت، وتشترك بالقناة وتعمل للفيديو شير. كل هاي تفاصيل تساعد في نشر الفيديو، وكذلك تساعد في نشر القناة. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.